التجارة اللي نسويها هذه لما يجيكم سادة صوها رايح الحج وراجع هذه دعوة مرة جميلة حج مبرورا وسايا مشكورا وتجارة لن تفوت بإذن الله مثلا تقبل الله حجكم وشكر سعيكم وغفر ذنبكم هذه دعوة جميلة هذه أشياء تستاذ الحجاج لما يكون كذا من الحج يعني حاسين انه كيف نأكل لذنب طيب هل هناك اتصال مثلا هذا الأمر بين اليمن والحجاز من الأصول القديمة نعم كان هناك اتصال بين اليمن والحجاز من الأصول القديمة حدثت طرق الحجاز اليمني واختلفت مساراتهم وتعددت ذلك المدن التي يسيرون منها ولعل أهم العواصم اليمنية التي كانت تنطلق منها سموع الحجاج اليمنيين إلى مكة هي عدن فعز صنعاء وجهيز وقعدة في شمال اليمن وكانت بعض مسارات تفرق يلتقي ببعضها وبعض في نقطة معينة من مكان في شيء جميل خلوني أقول لكم العادات والتقاليد استقبال الحجاج اليمن تزين جميع الجدران في أغلب المناطق طبعا مش في اليمن بس شوفوا أهل مكة الرائعين شوفوا أهل مكة شوفوا إيش يعملون